تمام، كيفكم يا لبواحد؟ شو أخباركم؟ تمام، إن شاء الله في محاضرة اليوم راح نتحدث عن موضوع شوي جديد، أوكي، ولكن أتوقع إنه أنتوا يعني طرحتوا هاي انطرحت عليكم هاي الشغلة في مادة الغاز، أوكي، في مادة الغاز. تمام، هلا اللي بدي احكي لك اياه انه العنوان اللي موجود عندك السوبر سونيك فلو اور فاينايت فريكونسي. احنا رح نعمل زوم اكثر على يعني الفلاينج ات السوبر سونيك سبيد، اوكي، عند الفلاينج ات السوبر سونيك سبيد. ليه؟ هلا الفلاينج هذا اللي احنا اللي بدنا ندرسه. هلا بدي احكي لك شغله. هلا كل الايروداينامك ستاديز والايرونوتيكال ستاديز كله يعني او كان معظم التركيز الدراسات على انه كيف ممكن اعمل الفلاينج عند السوبر سونيك سبيد بيتر، وممكن يكون عندي سيفر اكثر، يعني ممكن انه السيفتي خلال الفلاينج للسوبر سونيك سبيد تكون السيفتي تكون عاليه. تمام، في عندي عدة جوانب ممكن طرحها أو ممكن دراستها فيما يخص السوبرسونيك سبيد، وإحدى هاي الجوانب أو ميزة السوبرسونيك سبيد حكينا عنها إنه بسبب تكون عندي الشوك ويف، والشوك ويف نفسه ممكن إنه يعمل لي مشكلة في حالة الأتاج والدي أتاج زي ما بنشوف. من إحدى الفيلدز اللي هم درسوها كانت عندي موضوع إنه كيف عندي الشيب للايرفويل. هلا شيب الايرفويل كان عامل مشكله. الايرفويل العادي اللي احنا مستخدمينه لو بدي استخدم السوبر سوتك سبيد رح يؤدي لمشكله معينه في حاله الشك ويف. هلا رح نشوفه، رح نشوف ليش تم الاستعاضه عنه في الدايموند ايرفويل او الدبل ويدج ايرفويل، اوكي. كان ضروري جدا انه الشيب للايرفويل في السوبر سونيك سبيد يختلف عن الشيب للايرفويل بالسب سونيك سبيد. تمام، من هون اجت التوجهات، تمام، لدراسة ديزاين الدايموند ايرفويل او الدبل ويج ايرفويل. له تو نيمز، الدبل ويج ايرفويل او الدايموند ايرفويل. اوكي، من هون اجت ضرورة دراسة هذا الايرفويل لانه عمل اليمينيت لمشكلة معينة واجهناها في بالايرفويل العادي. هذول السلايدات راح ارجع لهم بس افرجيك شكله. لا شايف عندي الايرفويل العادي. الايرفويل العادي لو انا عامل فيه فلاينج السوبر سونيك سبيد اكيد راح يتشكل عندي شك ويف، ولكن الشك ويف هون ما راح يطلع عامل اتاجت مع الليدنج ايدج للايرفويل اللي موجود عندي. تمام، يعني راح يعمل دي اتاجت، راح ينفصل عن الايرفويل اللي موجود، اوكي. نتيجة طبعا ليه؟ نتيجة للديزاين شيب للايرفويل اللي موجود عندي ما ساعده. تمام، ما ساعده على انه يضل عامل اتاج. بالعاده الليدنج ايدج كل ما كان شارب كل ما كان الشك ويف عمل اتاجت اكثر معه، ولكن احنا زي ما بنلاحظ انه شوي اوكي في عندي كيرف بالليدنج ايدج للايرفويل العادي، لذلك الشك ويف رح يعمل دي اتاجت عن الايرفويل. الدي اتاجت هاي رح تشكل عندي اريا. تمام، هاي الاريا هي البروبلم او هي المشكله، لانه هاي الاريا رح تكون اريا with high pressure and density. With high pressure and density وراح تؤدي لانه يكون في عندي a lot of drag راح ياثر على الفلاي كونديشن at supersonic speed. لذلك هون صفت عندي مشكله، صفت مشكله الدي اتاك شوك ويف اللي مكونه عندي عند الليدنج ايدج ايرفويل. تمام، انا لازم اعمل اليمينيت للدي اتاك شوك ويف. لازم اعمل اليمينيت لمين؟ لازم اعمل اليمينيت برضه اللوت اوف دراج اللي متكون عندي نتيجه الاريا اللي موجوده عندي. من هون صارت يعني التوجهات والتفكير، لانه لما انا بدي اعمل فلاينج لايربلين ات سوبرسونيك سبيد اني اعمل لها شيب للايرفويل يتناسب مع كونديشن السوبرسونيك لحتى اتجنب بعض من هاي المشاكل انا ذكرتها. الشك ويف اللي مكون هون بالدي اتاتش شك ويف بنحكي له احنا النورمال شك ويف، اوكي. فالشك ويف اللي راح يتكون عندي عند الليدنج ايدج اللي راح يكون دي اتاتش هو النورمال شك ويف. فانا راح اروح على شيب اخر من الايرفويل، تمام، يكون اتاتش، وراح نشوف كيف اصلا كمان الفورمز للشك ويف اختلف من نورمال لاوبليك شك ويف بالنسبه لديزاين الايرفويل الجديد اللي موجود عندي، اوكي.
إذا هاي أهم الشغلات. لكن لك شغلة في ال de-attached shockwave اللي ممكن أستعيد عنه بنورمال شوكويف وبو شوكويف. أوكي إذا في له two other names البو شوكويف or النورمال شوكويف. حكيت لك بالعادة ال de-attached shockwave بصير عند high deflection angles. هلا رح نشوف كيف وبتكون around the plant bodies. حكيت لك زي ما انت موجود عندي هون الشيب للليدنج ايدج للايرفويل. تمام ما كان مساعد انه الشكويف يضل عامل attached, لذلك تشكل عندي normal shockwave or bow shockwave or the attached shockwave اللي شكل عندي area خطيرة ممكن تأثر على الفلاين. براحة التوجهات اتجاه شيب من الايرفويل, شيب الايرفويل هون بنلاحظ انه الليدنج ايدج شوي شارب صار عندي. تمام وبالتالي ساعد على انه يعمل اليمينيت للدراج يلي تسبب نتيجه دي اتاتش تشيك ويفز مثل بالسلايد اللي قبل, وكمان عمل اليمينيت للاريا. هاي الاريا بطلت عندي موجوده, بطل في عندي فاصل ما بين الايرفويل وما بين الشيك ويف, لذلك صار عندي الشيك ويف عامل اتاج من دون اي اريا من الهاي بريشر, من دون اي اريا ممكن تؤدي للود اوف دراج. لهيك راحت التوجهات نحو ديزاين خاص بالسوبرسونيك سبيد اللي هو الدايموند شيك ويف. اوكي سوري الدايموند ايرفويل او الدبل ويج اير. تمام اوكي هلا هذا حتى يعني الدبل ويج اير فويل لازم في ديزاين معين له بيعتمد على قيمه للثيتا. لازم احافظ على انه اضلني تحت يعني رينج هاي الثيتا وما اتجاوزها لحتى الشك ويف ما يصير له اتاج. هلا راح افرجيك كيف هاي الشغله احنا بدنا نعملها وشو هي ثيتا وشو هي بيتا لحتى ادرس ايش, حتى ادرس هذا الكيرف اللي موجود عندي هون يلي بيبين لي تمام العلاقه ما بين بيتا وما بين ثيتا طبعا للدبل ويدج اللي موجود عندي, وكيف عند بوينت وعند ثيتا معينه ببلش يعمل عندي الشوك ويف يعمل يعني دي اتاش. اوكي يعني حتى الدبل ويدج لازم احافظ على ثيتا معينه لحتى يضل عامل عندي اثر. خلينا نشوف كيف. اوكي بدي افرجيك اوكي شغله. رح ناخذ يعني نصف الوجه اللي موجود عندي. اوكي رح اخذ كمان وجه اخر. اوكي خلينا نشوف هاي عشان ندرس الثيتا وبهاي الآلية. طيب هل بدي احكي لك اياه شوف عندي هون هاي. اوكي من هون لهون يعني لو انا بدي اكمل هاي اوكي هذا سيء. اوكي يعني لو بدنا نكمل لهون لاعلى فبتصفي الثيتا يلي ما بين اوكي خلينا نشيلها الثيتا يلي ما بين شايف هاي اللاين وما بين هاي اللاين احنا ايش بنحكي لها؟ هاي بنحكي لها عندي الثيتا. هاي ايش بنحكي لها؟ هاي بنحكي لها الثيتا. اوكي وهون برضو نفس الشيء هاي بنحكي لها الثيتا. طيب هلا بدي احكي لك شغله. في عندي اوكي في عندي ثيتا ماكسيمم, في عندي الثيتا ماكسيمم. الثيتا ماكسيمم هاي اذا كانت الثيتا هاي اوكي ركز معي, اذا كانت الثيتا هاي اقل من الثيتا ماكسيمم هاي اوكي فانا بالسيف سايد. يعني هلا الشيك ويف اللي راح يتشكل عندي هون راح يكون اتاش. اذا راح افرجيك كيف شوي. اوكي الشيك ويف اللي راح يتشكل عندي هون
رح يكون attached. تمام؟ ليه؟ لأنه الثيتا هاي اللي هون في عندي ثيتا ماكسيم طبعاً يعني تعتمد على على كثير conditions. أوكي؟ على كثير conditions، على الماك نمبر اللي أنا عنده، أوكي؟ على شو نوع الفلو اللي موجود عندي، وعلى كل هاي الأمور. أوكي؟ تمام. هلأ إذا الثيتا هاي أقل من الثيتا ماكسيمم، فأنا شو رح يكون عندي؟ رح يكون عندي attached shockwave. أعرفك على شغلة هون، أوكي، اللي هي عندي البيتا. البيتا من هون لهون، هاي بنحكي لها بيتا، أوكي. إذا صفى في عندي زاوية ثيتا وزاوية بيتا. زاوية ثيتا، أوكي، عرفنا وين هي. وزاوية بيتا شايف ما بين اللاين اللي فاصل بين الأبر واللور وما بين الشك ويف، هاي بنحكي لها عندي ايش؟ بنحكي لها عندي بيتا. تمام؟ اوكي. هلا في حال، طبعا الرسم لازم يكون اوضح من هيك مشان الثيتا. هلا في حال اذا كانت الثيتا عندي اكبر من الثيتا ماكسيمم، شو نوع الشك ويف اللي راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي دي اتاتشد شك ويف. دي اتاتش شوك ويف في حالة إذا كانت الثيتا هاي أعلى من الثيتا ماكسيمم. إذا اتاتش دي اتاتش شوك ويف، مين اللي بحكم اتاتش دي اتاتش شوك ويف؟ اللي هي عندي إيش قيمة الثيتا ماكسيمم، أوكي، يلي مش لازم أتجاوزها، بعديها بتحول عندي لإيش؟ لدي اتاتش شوك ويف. لهيك لازم حتى بالديزاين الدبل ويج للايرفويل احافظ على الثيتا ضمن رينج الثيتا ماكسيمم لحتى احافظ على الاتاتش شوك ويف. تمام؟ فشايف هون هاي عندي دي اتاتش شوك ويف، هاي عندنا الاريا يلي عامله عندي المشكله. واذا حكينا الاتاتش شوك ويف بنحكي له الاوبليك شوك ويف، دي اتاتش بنحكي له النورمال او البو شوك ويف. اوكي، هاي كانت شغله مهمه جدا. اوكي، وصلت الفكره هاي؟ وصل الشيء اللي انا عم بحكي فيه بهذا الخصوص؟ اوكي، تركيزي على هاي الشغله وليش انا ركزت عليها. طب قبل ما انتقل لك على خصائصه وافرجيك شو الشيء اللي مطلوب منك انك تعمله، اوكي، طبعا احنا لازم، اوكي، لازم اعمل اشيلها هاي. أنا وضحت الشغلة عندكم، أوكي. هلأ شايف هذا الكيرف؟ هاي عندي البيتا ديجري وهاي عندي الثيتا ديجري اللي فرجيتك إياها. طبعاً هنا عند 1.4 حكيت لك أنه كمان بيعتمد على إيش نوع الفلويد اللي أنا مستخدميته. تمام؟ أوكي، عند جاما 1.4. هلا انا في عندي عند ديفرنس ماك نمبر، في عندي لاين تم دراسته مع تغير الثيتا مع ايش؟ يعني شوف عند الماك نمبر، عند كل ثيتا تغيرها مع مين؟ مع البيتا اللي موجود عندي. لنحكي لك شغله، في عندي خط الدي اتاتشمنت لاين، هذا اللي بيوضح عندي انه كيف بعد تجاوزي لبعد ثيتا معينه، اوكي، كيف ممكن يصير في عندي دي اتاتش. اوكي، يعني لو اجيت على اللاين هاند، اوكي، على اللاين هاند، اوكي، في عندي هذا الدي اتاتشمنت شوك ويف، بنزل من هون مثلا لعند الثيتا، بلاحظ يعني تقريبا عندي 11 ديجري. بعديها اذا تجاوزت هاي الثيتا المعينه اللي موجوده عندي هون، انا راح انتقل ل راح يبلش عندي الشوك ويف يعمل دي اتاتشمنت. تمام؟ هذا هو اللاين. برضه بنيجي هون عند الماك نمبر تساوي 2، عند ثيتا معينة بتقريبا 22.5، إذا تجاوزتها رح أدخل على الدي أتاتش شوك ويف، وهكذا على طول الدي أتاتشمنت لاين اللي عند ديفرنت ثيتا عند كل كيرف للماك نمبر، عند كل كيرف للماك نمبر. إذا هذا اللي درس العلاقة ما بين ثيتا وبيتا يلي فرجيتك إياها، وكيف إنه فعليا أنا عند ثيتا معينة ببلش عندي يظهر عندي الدي اتاتشمنت لاين يلي بعطي انديكيشن للدي اتاتشمنت شوك ويف. اوكي، وصلت عندي، وصلت عندي الفكرة. اوكي،
هلا خلينا نيجي ندرس شوي خصائص الدايموند اير فايل. اوكي هلا انا يعني انا في شغلات معينه بدي احكيها، ولكن هون السوبر سونيك اير فايل لما تكون عندي الانجل اوف اتاك بوزيتيف. اوكي اذا عندي السوبر سونيك اير فايل وعندي بوزيتيف انجل اوف اتاك، راح احكي لك شغله. هلا لاحظ معي وركز معي بهاي القصه كثير. هلا التوب ليدنج ايدج، طبعا انا في عندي اكيد يعني في عندي ليدنج ايدج، ولكن انت بتلاحظ انه في عندي توب وفي عندي بوتوم. هلا التوب ليدنج ايدج، اوكي شايف هاي الليدنج ايدج اللي موجوده عندي. لكن قبل ما احكي لك شغله، هلا شوف شو انواع الشكويف المكون هون. احنا اكيد حكينا في عندي اوبليك شكويف، اوكي، ولكن في عندي اكسبانشن ويف ظاهر عندي في الوسط، في عندي اكسبانشن ويف ظاهر عندي في الوسط. التوب ليدنج ايدج الشكويف اللي هون ايش ماله؟ ويك. اوكي ايش ماله التوب ليدنج ايدج؟ ويك. البوتوم ليدنج ايدج شو ماله؟ سترونجر ذان التوب ليدنج ايدج. اوكي كيف يعني؟ يعني اللي بدي احكي لك اياه واللي لازم نضلنا مستوعبينه، انا عندي الشك ويف يلي متكون عندي على التوب ليدنج ايدج بيكون عندي ويك، والشك ويف يلي على البوتوم ليدنج ايدج ايش بيكون ماله؟ بيكون سترونجر ذان الشك ويف يلي جاي عندي على التوب. طيب الاكسبانشن ويف، الاكسبانشن ويف اللي هون عندي العكس، اوكي العكس الاكسبانجن ويف، اوكي ولا الاكسبانجن ويف اللي احكي لك العكس، تمام مزبوط. الاكسبانجن ويف اللي توب بيكون سترونجر ذان البوتوم. اوكي يعني خلينا نرتب، الاوبليك شيك ويف متكون عندي التوب البوتوم سترونجر ذان التوب، الاكسبانجن ويف التوب سترونجر ذان البوتوم. طيب الاير هلا بما انه منطقه الاكسبانشن ويف، وبما انه كونه عندي انه عندي التوب سترونجر ذان البوتوم، الاير فويل اكسلريت خلال الاكسبانشن ويف. اوكي يعني كيف يعني؟ الفاستر فلو هو راح يكون له اللو بريشر. اوكي الفاستر فلو راح يكون له لو بريشر، هذا الشيء اللي حادث فعليا على مين؟ على التوب اوف اير فويل. من انه الشوك ويف ويك على التوب للاوبليك وسترونجر على الاكسبانشن ويف، هاي بتعطي خصائص للتوب اير فويل انه راح يكون عليه فاستر فلو مع لو بريشر. وهذا الشيء اللي حادث عندي وين؟ اللي حادث عندي العكس، سترونجر اوبليك شوك ويف مع ويك اكسبانشن ويف راح يعطيني لوور لا الفلو يعني سرعته قليلة، وبالتالي الهاي بريشر على البوتوم للاير فلو اللي موجود عندي. اوكي فهذا الشيء يلي بفسر عندي انه الوينج بهاي الحالة بسبب الديفرنس ان بريشر راح تعطيني بروديوس للليفت، راح تعطي بروديوس للليفت. اوكي وصلت عندي الفكرة؟ هلا انا زي ما حكيت لك ويك شك ويف سترونج شك ويف، سترونج شك ويف وويك شك ويف، هذا بيعطي شوية بروبرتيز انه التوب الفلو عليه بيكون فاستر وهون بيكون عندي اقل، بالتالي البريشر هون البريشر على التوب اير فويل بيكون اقل من البريشر على البوتوم اير فويل، فبينتج عندي بروديوس ليفت نفس الاليه يلي نتجت عندي بالاير فويل العادي، ولكن بالتفسيرات اللي انا اعطيتك اياها. اوكي بالتفسيرات اللي انا اعطيتك اياها. لكن بدي احكي لك شغله، الانجل اوف اتاك تعيد الفلو اللي جاي عندي كل ما زادت كل ما السوبر شك ويف صار اضعف. اوكي صار عندي ايش ماله؟ اضعف. ف هاي بس معلومه لك انه الانجل اوف اتاك مع زيادتها تمام الابر شك ويف راح يصير اضعف تمام، واللور شك ويف راح يصير عندي اقوى. يعني لو بدي ادرس قوه وضعف الشك ويف على التوب طبعا الاير فويل وعلى البوتوم لإله للأوبليك شوك ويف اللي انا عم بحكي عنه، فانت راح تلاحظ انه مع زياده الانجل اوف اتاك كل ماله الابر شوك ويف عم بيصير اضعف
واللور شكويف عم بيصير عندي أقوى. أوكي تمام. فكانت يعني البرودكشن للليفت كانت عندي بهاي الأهلية. أوكي تمام. إذا هيك احنا بنكون خلصنا البروبرتيز اللي متشكلة عندي على دايموند ايرفويل، أخذنا الريزون، أخذنا كيف الثيتا ماكسيمم لها دور، أخذنا كيرف البيتا مع الثيتا وكيف أنا عند ثيتا معينة لكل هذا الكيرف. بعدها بدخل على الدي اتاتشمنت لاين الانديكيشن للدي اتاتشمنت شاك ويف. أوكي الأشياء اللي مطلوب منك، شايف عندي هاي دبل ويج ايرفويل، ففي عندي ديستريبيوشن للبريشر تو البريشر فري. اوكي مع تشكل عندي الاوبليك شيك ويف والاكسبانشن ويف اللي موجود عندي. المطلوب منك انه بدي تعمل لي اناليسيس للليفت وللدراك وتعطيني اكسبريشن لهم. اوكي لحتى نشوف الفورمولا للدراك والفورمولا للليفت. تمام عند ال zero angle of attack وعند angle of attack عادي إنها تكون non zero. هذا راح تحله كل واحد بإيدكم، راح تحله يدوي ويبعث لي إياه معك. وطبعا لا يعني لنهاية الأسبوع هذا أو ممكن أخلي له الجمعة المساء حتى إنكم تسلموني. مهم أنا معطيك ال final formula. أوكي للsymmetrical diamond which airfoil at zero angle of attack، ولكن أنا بدي كيف ممكن أوصل لهاي الفورميلا، هاي الفورميلا كيف ممكن إني أوصل لها الدراك. طبعا أكيد البروتكشن ليفت وإنه symmetrical diamond which airfoil at zero angle of attack فالليفت يكون zero، ولكن راح يكون الليفت non zero عند non zero angle of attack. فأنا بدي الاكسبريشن للليفت والدراج عند زيرو انجل اوف اتاك وعند نون زيرو انجل اوف اتاك. اتمنى انه الفكره هاي تكون وضحت. حسب اتفاقكم على امتحان الفاينل راح يكون ب 19 الشهر زي ما حكينا. هلا انا كنت عارفه اتوقع راح تكون بس خليني شوي اشوف 17 الشهر بكون أي يوم، بكون يوم أحد يعني 19 يوم ثلاث. يعني مبدئياً ميتنج المراجعة رح يكون ب 17 الشهر، فيفضل إنك تكونوا دارسين لوقت الميتنج لحتى كل الأسئلة، حتى أعطيك أهم البوينت والنقاط اللي ممكن تيجي على الفاينل. امتحان كل فاينل بآخر 5 experiment. تمام اللي هي خلينا شوي نتذكر كانت الـ 5 experiment يعني الدايموند والايزوتروبيك هذول جدا مهمين، بيجي عليهم كونسبت كثير. الدايموند والايزوتروبيك البرنولي ايكويشن هاي بسيطة. شو كمان احنا اخذنا؟ اخذنا الهاي ليفتنج ديفايسز صح والباوندر لاير، هذول مهمات. وتسمعت على مادة الميت بجيب يمكن بس 5 ماركس يعني 5 علامات، يمكن من خلال دائرتين أو ثلاث فقط لا غير. فإذا مادتنا الفاينل بآخر 5 تجارب درس منيح، حط أسئلتك على جنب لأنه لما عشان أفتح الميتنج بكون أنا عم بعمل لك ريفريش، ولكن ريفريش برؤوس أقلام عشان اللي عنده أسئلة الكل يستفيد ويسأل، وخاصة بهاي التجربة إذا كان في أي حدا عنده أي سؤال فيها. تمام هذا الشيء مطلوب منك وجدا مهم إنه تسلمني إياه. اليوم الخميس هذا بيكون التاريخ 14 من 14 الشهر، انه بخط اليد بدي بخط اليد. اوكي هيك بنكون ختمنا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، لقائي ولقائكم على خير باذن الله تعالى في لاب 2. بدي يعطيكم العافيه، مجموعه كبيره منكم انكسرت وان شاء الله انه كمان انا ما بقصر معكم، بتكون اموركم جدا تمام. وخلينا نشد حيلنا على الفاينل لحتى يعني تكملوا جهدكم هذا لنهايته، وإن شاء الله إنه كلكم تطلعوا راضيين من عندي. طبعاً اللي بيروح يطلعوا راضيين من عندي اللي ضمن النطاق، اللي تعبوا بالريبورتات واللي تعبوا بالمتابعة وبالأسئلة وبشغلات كثير يعني. فهلأ توزيع العلامات، توزيع العلامات مبدئياً رح يكون على الريبورتات 35 لـ40 علامة. الفاينل رح أعمله من 40 حتى لو كان التقسيم عندكم على الخدمات 60، يعني 40 هاي رح أضيف لها تقريبا 10 علامات للبروجكت بتصير 50،
وعشر علامات ممكن تكون من الأسايمنت أو من الكويزات أو من الأشياء اللي كنا عم نقولها راح تنضاف عليهم. يعني أنت عندك مبدئياً 20 علامة إضافة على علامة الفاينل راح يكونوا من ممكن يكونوا عندي من الكويزات من الأسايمنت من البروجكت تم إضافتهم على علامة الفاينل. تمام، تم إضافتهم على علامة الفاينل والريبورتات 35 إلى 40 علامة. تجميع إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع إني بجهزها وبنشوف كيف الطلاب طبعا المتميزين اللي عندي هم تقريبا كانوا طالبين إلى 3 طلاب. هذول إن شاء الله يعني راح يكون لهم دعم، أوكي يعني الكل راح يندعم، ولكن طبعا في عندي طلاب متميزين كانوا خلال هاي الفترة خلال فترة الحجر. يعني الفترة هاي ما كانت تشكيلة على أي حدا فينا وكانت صعبة، ولكن في طلاب يعني عدد أضعاف مضاعفة ما عندها، وما حسستني للحظة إنه فعليا إحنا بأزمة أو بفترة مختلفة بسبب متابعتهم. يعني لكن إن شاء الله يعني راح يكون لهم دعم كويس، يعني الكل راح يندعم ولكن ما راح يكون لهم دعم خاص. أوكي فاستمروا وبالتوفيق وgood luck وإن شاء الله.